أعلن البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261%. وبحسب برنامج الغذاء العالمي، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية ومواصلة ارتفاع أسعار الغذاء، فمن المتوقع أن يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نحو 1 مليون لبناني ونحو 800,000 لاجئ مع نهاية الشهر الحالي. ويشهد لبنان منذ العام 2009 أزمة مالية واقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات بالعالم منذ منتصف القرن.